escalators وelevators. معظم escalators وelevators الباور رينج تبعهم بيبدا من حوالي تقريبا 3 كيلو وات، ما بزيد معظمهم عن حوالي 100 كيلو وات. فالباور عندي هون بقدر اعتبرها ميديوم او ميديوم تو هاي. ميديوم تو هاي يعني اقرب للميديوم رينج. خلينا نحط خليها هون ميديوم. بوزيشننج اكيورسي لو بحاله الاسكليترز وهاي بحاله الاليفيترز. اوكي، يعني الاسكليتر انا ما بدي منه هاي بوزيشننج اكيورسي، فعندي بالاليفيترز عندي هاي بوزيشننج اكيورسي، بس ما بقدر استخدم ستيبر موتور او سيرفو موتور لانه الباور ميديوم او هاي، فهذا بيستثني هدول. هدول محركات صغيره نسبيا رح تكون فعاده رح الجا يا اما بلجا لدي سي موتور بلس 6 بلس ريكتيفاير. طبعا دي سي بس دي سي موتور برشت سيبريتلي اكسايتد او بيرمننت ماجنت. طبعا مع فيدباك. على فكره خلينا نشيل الاسكليتر هون عشان بس خلينا نركز مع الاليفيتر. دكتور ما هيرنج نعم؟ هيرنج لا على السرعات العاليه خلص جيرلس بس. مع فيدباك و6 بلس ريكتيفاير. هذا احد الاوبشنز. طبعا هذا مشكلته ايش مشاكل هذا الاوبشنز؟ هذا الاوبشن المينتننس تبعت الدي سي موتور مشكله. المشكله الثانيه مين بيعرف بيقدر يعرف المشكله الثانيه؟ حكيناش عنها بهذا الكورس. هارمونيكس بال 6 بلس ريكتيفاير، فيري لو باور، فيري بور باور فاكتور، فيري هاي هارمونيكس. هاي مشكله كبيره بهذا السيستم. ولذلك حديثا صار عندي هلا الاستعمال الاكثر هو سكويرل كيج اندكشن موتور ويز فيريبل فريكونسي درايف. هلا هذا بكون geared at low speeds و gearless at high speeds. نعم؟ دكتور احنا بنحكي عن الاليفيترز، كم يعني الهاي سبيدز؟ قديش السبيدز تبعته؟ كيف بده يصير gearless؟ at high speeds ممكن يصير gearless. at high speeds بنحكي عماله بسرعات بنوصل 10 متر بالثانية 6 متر بالثانية. هون عندك تقريبا up to 4 meters per second ممكن يضل كيلو. دكتور انا اتوقع الاليفيترز زي مطرحات السحاب هاي بتكون جيرلس او جيرلس. هلا في عندنا اوبشن جديد كمان اللي هو بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور. احنا شلنا اسماء المحركات. هلا اذا كانت الباور بتضلها بالميديوم رينج في عندنا خيار جديد اللي هو بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور جيرلس مع فيريبل فريكونسي درايف. هذا كمان اتس ا جود اوبشن. تكون محركات مختلفة هون، البيرمننت ماجنت سينكرونس موتورز اللي موجودة هون تكون شيء بنسميه بانكيك. الكل بيعرف شو البانكيك؟ ايش البانكيك بالانجليزي؟ بانكيك زي القطايف مش هيك؟ المحرك التقليدي اللي احنا بنعرفه ايش زاكي ايش زاكي هاي المحرك التقليدي اللي احنا بنعرفه، هاي ستيتر وهي الروتر مضبوط؟ كل المحركات اللي انتم درستوها هيك. هذا اسمه اكسيال، محرك اكسيال. الستيتر بحيط بالروتر لكن هلا في نمط جديد من المحركات راديوم. يكون عندي هذا الروتر هذا ستيتر وعلى الروتر مركب بيرمننت ماجنتس. دكتور هذا زي فكره القطار اللي مره شفتني اياه بالدراسه الى حد ما بيشبهه
هذا اسمه بانك يعني العامية بسموه بانكيك موتور لأنه هو صار وين الأكسس تبعه؟ هذا هذا أكسيال أكسيال يعني امتداده along the axis هون راديال هون شوف الستيتر صار مواجه الروتر هذا عادة جيرلس بكون هذا إذا طلعت عليه وطلت واحد من هدول إذا طلت الستيتر هلا أظن إنه الكويلز موجودين على الستيتر هاي الستيتر بكون في كويل وكويل وكويل هدول صاروا كأنهم البولز واحد اثنين ثلاثة أربعة خلينا نحاول نحط ستة فرضنا إنه ثري فيز متذكرين كنا نقول R و R داش S و S داش T و T داش بس بدال ما كان بالطول شو صار؟ صار هيك وبقابله هذا الستيتر بقابله الثاني طبعا هاي السنتر بوينت هاي السنتر بوينت بقابله ماجنتس بيرمننت ماجنتس 1 2 3 4 5 6 نورث ساوث نورث ساوث نورث ساوث اظن هيك هدول بيرمننت ماجنتس شو بعمل هدول بحطهم قدام بعض مش جوا بعض فبصير واحد منهم ثابت الستيتر هذا ثابت فبس اعمل اكسايتيشن للكويلز اللي بالستيتر شو بصير بالروتر ببدا يلف هذا راديال هذا اكسل وهذا عاده جيرلس اولويز جيرلس هدول انتشر هلا جزء كبير من هدول المحركات بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور فهدول عندي الثلاث اوبشنز اللي موجودين هون